أنا منذ أيام هنا في تونس وأتحدث كثيرا مع سائق التاكسي ومع البائع ومع كل الناس، فهناك أحس وأشعر بنوع من المرارة حيث قيل لي، وأريد أن أعطيك الجملة التي قيلت لي: نحن والله لسنا من النهضة لكننا انتخبنا النهضة في البداية لأنهم على الأقل يخافوا ربي، وفي الأخر نهار يصلي صلاته ويستهل فينا. احنا اليوم نحس النهضة بعيد علينا. هذا بعبارات ملطفة، لأن بعض الآخرين عندهم عبارات. مش معنى بعيد علينا؟ يعني حسينا وأن النهضة لم تتجاوب مع متطلعاتنا ومع ما ننتظره، لأن الشعب بعيدا عن السياسة ما ينظر إليه هو قفته وراحته اليومية وإعالة أولاده وأهله. فكيف ونحن على أبواب انتخابات قادمة، سوف نتطرق إلى هذا النقطة، ستريد تعيد النهضة علاقة وطيدة مثل التي بدأت بها بعد الثورة مع الشعب التونسي؟ هو ليش قامت الثورة؟ هي قامت الثورة لأنه المشروع التنموي، السياسة التنموية، السياسة الاقتصادية لبن علي وصلت للزنقة، وصلت للزنقة بالهرب، بحيث ما يعني أصبح الفساد هو العنوان الرئيسي للنظام السياسي والنظام الاجتماعي. الآن هناك من يقول بأن 114 من عائلة بن علي والمتصاهر معه حصلوا ما بين 30 إلى 50% من الثروة في تونس. نعم، حصلوا عليه، بحيث هذا كله معناها شفتوا الثروة وخلاوا المجتمع التونسي في حالة فقر، مناطق بكاملها فقرت، يعني أحياء بكاملها حول العواصم، حول المدن الكبرى، حول سوسة وصفاقس والعاصمة، أحياء معناها كلها مهمشة ومفقرة. فالهامش ثار على النخبة الفاسدة هذه. إذن الوضع هذا الناس توقعوا بعد أن أسقطوا نظام بن علي أنه المصائب هذه ستنتهي، أن الفقر سينتهي، البطالة ستنتهي، العدالة الاجتماعية ستقوم، بحيث انتظارات الناس عالية جدا بما جعل الحكومات اللي قامت، سواء حكومة السبسي ولا الجبالي ولا العريض، يعني يأخذوا من الميزانية، يأخذوا من الصندوق من الميزانية ومن القروض والهبات ويوزعوا على الناس، يوزعوا على الناس في أشكال، في منح مثل أمل، هذه منحة أمل ومنحة البيئة، يوزعوا باش يسكتوا الناس لأنه العباد ثائرة، وأيضا يرفع المرتبات، بحيث المرتبات كانت تقريبا يعني 5 مليارات أو 9 مليارات تقريبا، ولا 14 مليار معناها المرتبات، حيث زادوا المرتبات لأنه الناس يطالبوا، والنقابين يقوموا بإضرابات حيث سكتوا الناس، وأيضا عملوا توظيف زايد، وظفوا، فتحوا المؤسسات العمومية مثل النقل ومثل إلى آخره، فتحوها للتوظيف حتى يسكتوا الناس. هذا حلول مؤقتة، هذه كلها الآن وصلت الزنقة، يعني كلها الآن ما عادش ممكن أنه مزيد من التوظيف وإعطاء مرتبات وإعطاء منح، هذه كلها وقفت. ولذلك البلاد الآن أمامها أن تختار، إما أنه نحن نعيش بعرق جبيننا ونتحمل مسؤوليتنا ونكف عن المطالبات المشطة، وأيضا رأس ما أصحاب الأموال يتحملوا مسؤوليتهم، يؤدوا معناها يؤدوا الضرائب لأنه ثم تهرب من الضرائب، ويستثمروا في المناطق الفقيرة، ونضع حدا للتهرب، التهرب الضريبي والتهرب أيضا التهريب، كلهم مرتبطة بعضها. معنى ذلك أنه نحن نحتاج إلى سياسة جديدة تأخذ يعني بقدر من الصرامة مع المطالب المشطة ومع التهرب من الضرائب والتهرب من وتهريب السلع، ونقبل على أن الدولة ما عادش قادر على التوظيف، وإنما رجال الأعمال القطاع الخاص هو الذي لازم يوظف.